55.88 هي نسبة النجاح المسجلة في بكالوريا 2018، نسبة لم تخالف الاستثناء عن المسجلة في السنوات الماضية. فبالعودة إلى نتائج 10 سنوات الأخيرة، نلاحظ أنها تراوحت بين 40% و60% على الأكثر، وهو الأمر الذي عجل من فكرة الإصلاحات. أنا أعتبر أنه حان الوقت لإعادة النظر في نظام البكالوريا، يعني لازم تكون عندنا شجاعة باش نقبلوا البكالوريا بثلاث أيام، نقبلوا البكالوريا بدون مواد ثانوية، أو نقبل البكالوريا بدورتين، دورة في السنة الثانية ثانوي ودورة رئيسية في السنة الثالثة ثانوي. ندخلوا نقطة وهي المراقبة المستمرة أو التقييم المستمر حتى يستطيع المترشح لا يغادر المؤسسة من بداية السنة إلى آخر السنة. أكيد تتحسن، لأن التحسن يكون تدريجي وربما يكون على مدار 4 سنوات أو 5 سنوات نصل إلى نتيجة عالية. النتائج المتوصل إليها تستدعي دراسة نقدية واستشرافية ما دام وزارة التربية تصر على الإصلاح. وهذه الإصلاحات لابد أن تكون في إطار استراتيجية واضحة المعالم، حتى نسعى إلى تحقيق نتائج أحسن وأعلى. لابد أن يتولها خبراء يفهمون جيدا الواقع الجزائري، يفهمون جيدا ذهنية التلميذ الجزائري، وأيضا يتكيفون مع المستجدات التي تطرأ على العالم. تحتاج إلى التدقيق في خطوات هذا الإصلاح. لا يكفي أنك تفتح عدة جبهات إصلاحية في قطاع التربية الذي هو قطاع حساس، يعني في غياب رؤية مستقبلية. بصيغة قديمة ومحتوى جديد، كانت بكالوريا 2018 والنسبة المسجلة لم تتجاوز 55%. فهل بإصلاح البكالوريا في السنوات المقبلة سيحدث الفارق وتتحسن نسبة النجاح إلى الأحسن؟